مرحبا بكم، كيف حالكم يا أعزائي؟ ما الذي رسمناه المرة السابقة؟ نعم، رسمنا السلحفاة، واليوم أيضا ستستمر حكايتنا، وأتساءل جدا عنها، لذا ما رأيكم بأن ننطلق في حكايتنا مباشرة؟ قالت السلحفاة: أهلا بكم يا أصدقائي، لقد سمعت صوتكم وجئت هنا. يبدو أنكم تبحثون عن الماء، وأنا أعرف مكانا أكثر روعة. وأجابت الزرافة: حقا؟ إذن سر أمامنا ونحن سنتبعك. وتبع أصدقاؤنا السلحفاة. وبعد سيرهم لوقت طويل ظهر أمامهم بحر، وكان بجواره مركب رائع. والآن هيا نرسم المركب هذه المرة. نرسم نقوش المركب. نرسم الشراع ثم نبدأ بتلوين المركب. نلونه باللون البني والبرتقالي، ولكنكم يا أصدقائي حاولوا اختيار الألوان الأروع. ثم نقوم بوضع بعض النقوش على الشراع.
نلون الشراع هكذا باللون السماوي واللون الأزرق، ويمكن بالطبع تلوينه بأي لون آخر. ثم نرسمه هكذا عائما فوق البحر. وبعد ذلك نلون السماء والبحر بألوان باستيل. يمكنكم اختيار اللون الذي تريدون إظهار البحر به ثم التدليك به. ونلون السماء أيضا. هيا نلونها كسماء بها شفق. البرتقالي وكذلك الأصفر والأحمر. بخلط التلوين بهم سيرسم الشفق الرائع. إذا أردتم جعله فاتحاً فلتكثروا من اللون الأصفر، أما إذا أردتم جعله غامقاً فلتكثروا من اللون الأحمر. صحيح، هكذا اكتمل كل شيء يا أعزائي. كيف كانت محاضرة اليوم؟ السلحفاة أخذت أصدقاؤنا وذهبوا للبحر. وأنتم يا أصدقاء، كيف ستشعرون إذا ركبتم مركباً رائعاً هكذا وذهبتم في رحلة بحرية؟
نشعر بالسعادة حتى إذا تخيلنا هذا فقط. إلى اللقاء بقلوب متطلعة لما سيحدث في المرة القادمة. مع السلامة.